أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى في آية الوضوء وأرجلكم إلى الكعبين وقرئ بكسر الأرجل بكسر اللام في الأرجل، والسؤال هناك من المفسرين من وجه قراءة الكسر بأنه كسر مجاورة، وهناك من قال بأن المراد التنبيه على عدم الإسراف في غسل الرجلين بالماء وإنما يقلل الماء حتى كأنه يمسح، وقيل إن قراءة الكسر يحمل على حال وجود خفين في الأرجل، فأي الأوجه أصح في قراءة الكسر؟ كلها صحيحة والحمد لله، وفيها رد على الشيعة الذين يقولون عن قراءة الكسر إنها للمسح، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني وامسحوا، فهم يمسحون أرجلهم مسحا ولا يغسلونها، صلى الله عليه وسلم. والآية محمولة على المجاورة، أن هذا من عطف من الكسر من أجل المجاورة، لأن الذي قبلها مجرور. وأما من ناحية الحكم فالرجلان يغسلان، والذي يفصل هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما كان يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام؟ في الأحاديث الصحيحة وفي وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه إلا إذا كان عليها خفاف فإنه يمسح عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم مفسر للقرآن مبين للقرآن. نعم.